قبل كمان ما نروح للارقام واستكمالا لكلام زميلي العزيز احمد سمير، النهارده كمان كانت في زياره مهمه جدا، وليد الركراجي المدير الفني طبعا للمنتخب المغربي، كون ان النهارده يكون موجود ويكون حريص ان يبقى في فندق اقامه الاهلي ويلتقي ببعثه فريق النادي الاهلي ويلتقي بالمهندس خالد مرتجي المنسق العام لبعثه فريق النادي الاهلي مع الاتحاد الدولي وامين صندوق مجلس الاداره. ده ان دل على شيء بيدل كمان اهو قدامنا يمكن لقطات زياره وليد الركراجي. لا يا جماعه، الاهلي مكانته كبيره جدا في الوطن العربي وفي القاره الافريقيه، وان المدير الفني للمنتخب المغربي الحائز على المركز الرابع في كاس العالم انه يلتقي بالبعثه ويطمئن ويأزرهم ويساندهم، اكيد دي كمان رساله، بقى مش رساله رياضيه، ده كمان في رساله فنيه من مدير فني المنتخب المغرب بيزور بعثه فريق النادي الاهلي.